استاذ اسامه من كفر الشيخ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ اسامه يا اهلا بحضرتك. دي سعادتك الله يخليك. اتفضل. فين تختارين بس من حضرتك كده. كان معاك الدكتور محمد فتحي سالم بيتكلم معاك على موضوع زياده انتاجيه البرسيم والجمح والحاجات دي. ماشي، بس انا ما عرفناش ايه يعني اللي مثلا تسميد ورقي تسميد زيوت تقيل اللي بيحطوا البرسيم عشان يزيد الانتاجيه دي. ايوه. دكتور محمد فتحي سالم كان بيتكلم على المخصبات الحيويه. ايوه. وعلى نماذج تم تجربتها في اراضي زراعيه على مستوى الجمهوريه للي عاوز يشوف التجربه دي. ولو حضرتك بتتابعني احنا في الفتره الاخيره ابتدينا نوري الناس النماذج المرتبطه بالقطاع الخاص تقريبا، عايزين الناس تستفيد. انا كنت عايز بس استفسر يعني منه طب ايه. اوصلك بالدكتور محمد فتحي سالم وهدي لك رقمه. وفي نفس الوقت نشوف النماذج اللي تم تطبيقها عندك في كفر الشيخ فين، تروح تزورها وتتواصل معاه. ليك طلب تاني؟ اه في طلب بالنسبه لمشروع البتلو، كان باسم ملف باسم حنان الفنان كريم يوم الخميس. ايوه ماشي، قلت له انا هشوفه مع الدكتور طارق سليمان. طارق سليمان حالا. احنا الاستاذ عزيز قبل الهوا على طول كان بيجهز الردود اللي جات لنا وهيتابع اذا كان حضرتك معاه رد. واحنا كمان هننزل النهارده الخط الساخن لمكتب الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه، بحيث ان انتم كمان يبقى في تواصل مباشر ما بينكم وما بينهم علشان يبقى في سرعه. بشكرك. ماشي.